أكثر من 21 مليون زائر عربي وأجنبي دخلوا العراق قاصدين كربلاء، و12 ألف موكب خدمي انتهت الزيارة الأربعينية المختلفة هذا العام في الأعداد والتنظيم والظروف. هنا شهدت كربلاء واحدة من أكبر المناسبات الدينية حول العالم. مواطنون من مدن العراق والشام والخليج وأفريقيا ودول من الشرق والغرب توافدوا إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس منذ أكثر من 40 يوما سبقت يوم الزيارة. بصورة عامة الحمد لله والشكر، يعني ما الأعداد تفوق الطاقة جدا طبيعيا والتحمل، لكن الحمد لله والشكر الأمور أنا أشوفها بعيني جيدة، والخدمات الحمد لله والشكر. وزارة الداخلية قالت إنها استخدمت قوات إضافية لتأمين مسار الزائرين وصولا إلى نقطة المقصد الأكبر في كربلاء، واستعملت الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الدقيقة منعا لأي خروقات تهدد الزوار. في الأثناء أعلنت وزارات الداخلية والنفط والكهرباء والصحة نجاح خططها لتأمين وخدمة زيارة الأربعين بعد حماية الشوارع الرئيسة والمراقد واستثناء النجف وكربلاء من القطع المبرمج للشبكة الوطنية وتوفير ما يسد حاجة المرافق العامة من الوقود ونشر المفارز الطبية. الحمد لله كان الدخول كان سهالات والإجراءات كلها سهلة وبسطوا لنا وحركوا لنا كل شيء سريع وما في أي تأخير وما قصروا العراقيين. ومن كربلاء إلى سمراء توجهت قوافل الزوار إلى العتبة العسكرية بعد ليال في الحسينية والعباسية، حيث دخل مدينة الملوية أكثر من مليوني زائر بعد أن مروا بمراقد النجف وبغداد.